الوطنيين رجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الوطن والشعب عليه، منهم من قضى نحبه ورحل، ومنهم ما يزال حيا بين ظهرانينا، لكنهم أبدا لم يبدلوا تبديلا. رجال وطنيون دافعوا على استقلال البلاد ونضلوا من أجل تجربة ديمقراطية سليمة ودبروا أحوال البلاد. ودع الوطن شعبة ومسؤولين ومؤسسات واحدا من هؤلاء الرجال، الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، فقيد الحركة الوطنية وفقيد المشهد الحزبي وواحد من أعلام الوطن. قد يختلف الناس حول تجربته الحكاماتية وحول مشاركته في حكومة التوافق، لكن أبدا لم ولن يختلفوا على نقطة مهمة في شخصية الرجل، وأنه عاش نزيها ورحل نزيها نقي الأيادي، ولم تمسس أيديه مالا عاما ولا مناصب لم يستحق. الانتليجنسيا المغربية خارج الوطن لم تكن في معزل عن الحدث، وشاركت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في هذا النقاش الذي أثاره رحيله. أولا أقدم العزاء لعائلة الفقيد عبد الرحمن اليوسفي ولكل المغاربة، فعبد الرحمن اليوسفي ليس فقيد عائلته فقط بل كل المغاربة، وأجوب بشدة السلوك المرضي الذي قام به البعض وهم يلطخون تذكار عبد الرحمن اليوسفي، ولكنهم لن لا يستطيعون تلطيخ صورة عبد الرحمن اليوسفي في ذاكرتنا وقلوبنا. عبد الرحمن اليوسفي جاء في لحظة كان المغرب في حاجة إلى رجل أو إلى جراح ينعش قلب المغرب ويخرجه من سكتته القلبية. المغرب كان في حاجة إلى إعادة توازنات سياسية داخل الوطن، وكان في حاجة إلى أبنائه بمعارضهم طبعا. عبد الرحمن اليوسفي قام بما يمكن القيام به، طبعا هناك إنجازات وهناك انتكاسات، ولكن المدة القصيرة التي قضاها عبد الرحمن اليوسفي في الحكومة لم تكن المدة الطويلة التي يمكن الإحاطة فيها بكل مشاكل المغاربة والمغرب، ولكن الرجل خرج نبيلا من الحكومة، خرج كبيرا من الحكومة، خرج واعتزل السياسة، لم يجري وراء المناصب ولم يجري وراء الريع ولم يجري وراء السلطة، وهذا ما زاد من احترام المغاربة له. هناك البعض الذين أقول يؤاخذون على عبد الرحمن اليوسفي أنه المذكرات التي كتبها لم تحتوي على أشياء يعني سرية وأشياء مخفية حينما كان رئيسا للحكومة أو وزيرا أول، ولكن الرجل قال جملة شهيرة لنضع التاريخ هو من يحكم عليه، وأنتم اقرأوا تاريخي من الزاوية التي تريدون. سي عبد الرحمن يوسفي واحد الشاب اللي في العمر ديال 19 سنة جرى قلبه للسياسة. هذا الشاب في العمر ديال 29 سنة كان قيادي وجزء من الإدارة ديال جيش التحرير. هذا الشاب بدا في العمر ديال 39 سنة غيتعرض للاعتقال، ومن بعدها غيتمحل بزاف في الحياة ديالو، وغيتحكم غيابيا بالإعدام، وغادي يبقى بعيد على بلادو حتى العمر ديال 56 سنة، عاد غادي يرجع من بعد العفو اللي حصل عليه. هاد السيد غتتيح ليه واحد الفرصة هو في العمر ديال 74 سنة باش يقود حكومة تناو بكل ما لها وما فيها، وفي العمر ديال 77 سنة غادي يستقل من العمل السياسي. ما استقلش حيت كبر، بل استقل لمجموعة من الخلاصات اللي راكبها في الخاطر ديالو. مشى السي عبد الرحمن اليوسفي وكنتسائلو واش مشى معاه التراكم اللي راكموه مناضلين ديال الجيل ديالو والجيل اللي من بعده والجيل اللي من بعده. كنتمنى هاد النضالات ما تضيعش، وكنتمنى المغرب ما يضيعش هاد الجهد كامل اللي داروه هاد الناس. والله يرحم السي عبد الرحمن اليوسفي. يعتبر السي عبد الرحمن اليوسفي احد اكبر السياسيين الجريئين الذين عرفهم تاريخ المغرب الحديث.
وافته المنية عن سن يناهز 96 سنة. كرس حياته هذا الرجل الطيب والمتميز للدفاع عن الحرية والديمقراطية والحق في العيش الكريم. قاوم الاستعمار من قلب أرض المستعمر، عاش في المنفى لمدة 15 سنة وعانى من سنوات الرصاص. من الصعب الحديث عن رجل دولة، عن رجل دولة كان النضال، كان يناضل دوما من أجل المستضعفين. كانت فلسفته في الحياة هو الدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ليس سهلا أن نغوص في حياة شخصية كاريزمية ذات جاذبية كشخصية السي عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله. رجل مقنع في خطاباته ومتبصر في ردود أفعاله، ويحظى بتقدير خاص من جميع القادة السياسيين ومن ملك البلاد ومن كل النقابيين ومن عموم الشعب المغربي. رجل ناضل وأفنى عمره في النضال وقول كلمة الحق. رحم الله المجاهد عبد الرحمن يوسفي وأسكنه فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء. سي عبد الرحمن يوسفي مهما قلت عنه، فأنا تعرفت عليه في بداية التسعينات عندما كنت في الشبيبة الاتحادية وكنت طالبة بكلية الحقوق. شخصية طيبة، إنسان متفهم، إنسان يحترم الرأي الآخر، إنسان متزن، يقنعك بخطاباته وبكلامه. عندما تحاوره تحس أنك تحاور شخصية كبيرة جدا، شخصية فدة. رحمه الله، كان إنسانا طيبا وتقيا، يحب الخير للوطن ويحب الوطن، دافع عنه باستماتة. رحمه الله. J'ai eu l'occasion de rencontrer Abderrahman Yousoufi une première fois à Bruxelles en 2003, où d'ailleurs il a tenu un discours particulièrement chargé d'amertume. Et je tiens en ces moments évidemment particuliers à saluer à la fois la mémoire d'Abderrahman Yousoufi et à présenter mes condoléances à la fois à la famille, mais aussi à toute une nation, la nation marocaine, qui est aujourd'hui endeuillée. Alors, c'est vrai que j'ai été particulièrement marquée, séduite par l'aura que Abderrahman Yousoufi dégageait et le respect, au fond, dont il bénéficiait. J'ai évidemment été fortement marquée par le combat qu'il menait pour les libertés fondamentales et les droits démocratiques, et en particulier la transition démocratique au Maroc, dont il est par ailleurs un des précurseurs. Alors oui, Abderrahman Yousoufi était aussi une figure historique dans le combat pour l'indépendance du Maroc et de son intégrité territoriale, comme d'ailleurs pour plusieurs pays du continent africain. Alors, chacun le sait, la seule option qui à l'époque était offerte au pays, c'était l'indépendance dans l'interdépendance. Mais plus que cela, le combat de El Yousoufi était bien plus ambitieux, puisqu'il s'agissait de parler de souveraineté, ce qui évidemment est tout à fait différent. Alors aujourd'hui, il laisse derrière lui une nation et des amis en deuil. Alors, puisse effectivement son combat être à la fois perpétué pour le Maroc, mais aussi pour l'ensemble du continent africain, puisse-t-il aussi reposer en paix. رحم الله فقيد الحركة الوطنية، فقيد الأمة، والتعازيم الحارة لعائلته الكبيرة والصغيرة، وعلى رأسهم زوجته المصونة ورفيقة حياته إيلين اليوسفي. كان معكم عبد الغني العيادي من باريس، تحياتي.